ثانك يو فيري ماتش. شكرا. حدث كبير وعالمي ومهم، كان الخط العربي يعني له جاذبية وله إقبال من الناس، صاروا الحضور الحقيقة يتوافدون بكثرة ويطلبون كتابة أسماءهم وأسماء أولادهم، وكل واحد يشوف اسمه مكتوب، يعني يشوفها أصحابه يشوفون الأسماء مكتوبة يطلبون كتابة أسماء مثلهم، فكان تصوير وكتابة وفرحة كبيرة يعني باقتنائهم لوحة من لوحات الخط العربي، يعتبرونه شيء يعني رمزي وشيء كبير أنهم يقتنون مثل هذه الأشياء.